الله الله يا القبور يا احلى خلام يا بكم مخلام ما يبكم مخلام ما بكم لسكن بالقبور وقض الليالي بيعنا طول ناطوا يا ور على الراحة وقبل ما جاوبوا أنا كل الناس أحلى أعزاز وأنا إش قلت عنه لي إش قالت بالله زينب عن أهلها الله أكبر إي بويا وينك اللي فاقد الأهل والأحبة ها خويا أنا كل الناس أهلها أعزاز وأنا إش قلت عنه لي خويا 70 مشوا وياي ما واحد سلم منه يا كلنا يا سعد أعزاي ميتهم يغسلون اي والله صحيح اخويا كلنا يا سعد اعزاز ميتهم يغسلون بس سهل على التربان ضحايا وموج مدفونة انا وين الحنين وين العنا انا ويا وين وين الحنين وين احنا مان بالمقبرة وسكنا والتربة الله الله انا ويا وين الحنين وين الحنان وين الحنان بالمقبرة والسكنة والتربة خويا من يومكم من يومكم والعين تعبة أنا وين الحنين البي معنا نايم وبالغرب جمرنا الله أكبر أنا وين الحنين وين وين الحنا وين أنا بالمقبرة وسكنة والتربان من يومكم والعيل تعبة أنا وين الحنين خويا الحنين البي محنا نايم وبالغربة تركنا انا لبطل العتب ما عاتب النوار اي لبطل العتب اي ما جاءت بنات الرسالة وقعن عند قبر أبيهن الإمام الحسين أي والله بويا يا أنا ودي يا ودي العتب للعاف حملي بويا يا بويا أنا ودي العتب بويا العتب للعياف حملي هلا بيك غيرك من يقلي بالبيت بويا بعياد بعد جلي بويا يا العبول يرشد علي انا رايح
قبل ينشد علي علي بويا ذب اليتم الضيم انا رايا يا حلف بويا رايا يا حلف بالضيم بالضيم ظليت خلافك يا بويا مو عجل بيا الله بويا خلافك يا بويا مو عجل بيا تخايم يا بدار رجلان زوال. يقول جاءت بنات الرساله وخاصه سكينها يقول وقعت عند قبر ابيها تقول ابويا يا ابويا يا ابويا بويا البت عزيزه عزيزه عد ابوها صدق والله بويا يا ابويا يا ابويا بويا البت عزيزه عد ابوها لكن مو مثل معزه عد اخوها اي والله صحيح اكو فرق بويا يا لو ترتاح اخوته من يجوا لكن شوف شو اكو فرق يا ولا صحيح يا ولا بويا ولا يا وترتاح اخوته من يجوا بويا من يجوا مو مثلك يا بويا انت لك يا 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 مو مثلك يا بويا اي دلع يا ولد حشم بابوه والله صحيح عم بويا يا 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 بويا يا بويا طبعي يا تنول يا تنول تحشم بابوه ولو غايب علي يود اخوه بويا يا يا ولو غايب علي بويا وزينبكم امي على زينب سبوها الها موقف مع معنى الاخوه ترى ترى الاخ يكسر الظهر يقول زينب جاءت مثل ما يقول جاءت علما الى القبر الشريف الى قبر العجيره تندب نعم شلون ندبه هذه معنى الاخوه نعم خويا يا 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 تقل يا 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 خويا يا يا انا جنت بيكم بيكم يسمون المزعد الله اكبر خويا يا يا انا جنت بيكم بيكم يسمون المزعد خويا وجرح النزف بيكم الشدة اي خويا يا انا توسدت العرض يا اولاد ابن ويا يا خويا حقاي حقاي لقيت الاخت من تعتب على الغم الله اكبر خويا حقاي لقيت لو تحتب على الخوان تطلبهم حليب وما كثر ما تجوان خويا تبقى يا مدلل يا مدلل وما يوم تناويان نعم نعم خويا يا اخوتي يا اخوتي والنعم انا اخذكم خويا شم الريحة ثم لو جبتكم اخواتي اخوتي
والنعيم والنعم أنا أخذيكم أشم ريعتكم ولو جبتكم خويا رحت عنكم غصب خويا وعبدكم. بعد شو تقول يا ابن يا ابن أم على الإخوان على الإخوان خويا على الخوايان كل تطرش والسيمور يخلصوا ويحلوا التحيمور يا خويا برايكم يا خويا برايكم برايكم كل شيء غير